عجيب أمرك يا هلال، تثخن المراس مع الكبار ونراك مضطربا على غير عادتك مع الفرق الأخرى، والشاهد على كلامي عند النصر والاتحاد وهذا الفيصلي يقف ثامنا، لكنه ليس كمن تقدم ذكرهم. مع كل الاحترام له حيث يقدم مستويات تفوق الكثير من الآخرين، والآخرون يدهشون من هدف سجلته يسرى العابد وهو يرسلها بتسعين الفيصلي، فلم يستطع معها تيسير آل انتيف أن يرمش لها جفنا. وهنا أعود إلى أداء الزعيم الذي لم يكن بالمقنع، فبعد الهدف جمد الدم بعروق لاعبيه ولم نرى التهديد يؤرق آل انتيف، ولعلها أسماء المدربين التي كلما تأقلمتم معها غيرت إلى لكنة أخرى، وآخرها تشيكي هاسك. وهاسك يتلمس الطريقة التي سوف يقود بها الزعيم شيئا فشيء، والفيصلي يقدم خدمة لهذا المدرب من غير أن يعرف، تكثف من ضغطه فأسفر الدفع عن هدف التعادل مع بداية شوط اللقاء الثاني بواسطة بدر الخراشي. فيصلي يكشف لنا بأن الأندية مهما تفوقت بالأمس على أقرانها فأنها من الممكن أن تقع بشباك الخسارة إذا نصبت بعناية. المخاض يبدأ حيث أحرجت التشكيلة التي أخرجت قبل أيام فقط النصر والاتحاد من أمامها، قد أحرجت تقترب من التعادل شيئا فشيء ولا من مخلص يمد يده لإنقاذها. فجاء هدف التقدم مرة أخرى من أقدام المدافعين لعز المهاجمين عن فك أبوابها بطريقة سدد ما كان الذي أمامك صديق أم منافس. الهلال يصل إلى النقاط الثلاث بأول ظهور للمدرب الجديد بعدما ذاق المر من الفيصلي. عمر علي صدى الملعب.